خليني اروح للعميد احمد المهدي مدير الكره بطلائع الجيش، وطبعا فوز مهم وفوز قاتل يعني في توقيت يعني صعب جدا في اخر اللقاء، وبالتالي يعني فريق المقاولون بيستنزف طبعا او يعني تعتبر نزيف نقاط بالنسبه له، ونجاح واستمرار للنجاح لفريق طلائع الجيش، وبالتالي بنبارك لحضرتك طبعا سياده العميد. سياده العميد حضرتك وكل مشاهدينك ومتابعينك الكرام، بحمد ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر على المكسب النهارده، وخصوصا بعد الاخفاق اللي حصل في المباراه اللي فاتت. والحمد لله رب العالمين احنا قدرنا ان احنا نجمع نفسينا تاني ونقدر نحط الاولاد، حطوا نفسهم تاني على التراك المظبوط، وربنا وفقنا في اللي جاي ان شاء الله، ونحط المؤسسه العسكريه المحترمه في المكان اللي تليق بيها ان شاء الله. يعني ست عميد، مجمل المباريات اللي فاتت حتى الان انتوا في المركز يعني مطمئن، مش مفيش مشاكل ممكن تكون قويه، المشاكل موجوده عند بعض الفرق، وهنا انا بقول الدور الثاني صعوبته في بقيه المباريات المتبقيه، لان هيحصل صراع قوي جدا يعني لبعض الفرق اللي هي عايزه يعني تبعد عن المؤخره، وفي نفس الوقت برضو الفرق اللي بتحاول تكون متواجده في المربع الذهبي. الفتره اللي جايه تركيزكم وكلامكم على اللعيبه عن ايه؟ والله احنا دايما بنتكلم مع اللعيبه ان احنا طبعا الهدف الرئيسي بتاعنا في اي مباراه هو الثلاثه بونت بالنسبه لينا، على اساس ان احنا بقول لحضرتك نحط النادي طلائع الجيش والمؤسسه العسكريه في المكان المحترم اللي تليق بيها. وده كان بدايته من اعتبارا من الدور الثاني، لان مع حضرتك انه المفروض انه بيبقى اصعب بكتير قوي من الدور الاولاني، ولكن احنا الحمد لله رب العالمين الدور الثاني بالنسبه لنا يعني كان طفره. الجهاز الفني المحترم اللي معانا قدر ان هو يعني في بعض فترات التوقف ان هو يعيد ويسترجع تاني قوى الفرقه، واللعيبه برضو بشكرهم على الاداء خلال فتره الدور الثاني، واللي بيها قدرنا ان احنا نبقى موجودين في المكان اللي احنا وصلنا لها النهارده مع مباراه صعبه جدا بتلعب خصم يعني عنيد وخصم محترم مع جهاز فني محترم، مجلس اداره محترم، لعيبه كويسه وممتازه ومحترمه. فالحمد لله رب العالمين احنا قدرنا النهارده نطلع بالثلاثه بونت في ظل الصراعات اللي حضرتك بتقول عليها. مركز سابع يعني مطمئن ليكو، هل في اهداف اخرى ممكن مربع ذهبي يا استاذ رامي؟ والله احنا يعني الامور ماشيه واحده واحده، ما بنتكلمش في هذه الامور خالص، موضوع لا مربع ولا غير ولا الكلام ده. احنا بنتكلم ان احنا يعني كل ماتش احنا بنتمنى من الله ان احنا كل ماتش نحقق الثلاثه بونت. هيودينا فين بقى الثلاثه بونت دولت؟ يعني سايبينها على الله سبحانه وتعالى. طبعا كله على الله، لكن المباراة القادمة أمام مين؟ بيراميدز إن شاء الله، بس بعد التوقف ده يعني قدامنا شهر كده. ماتش صعب برضه، بس طبعا. طب أنا هسأل حضرتك، التوقف ده بتشوفه لمصلحة فريق طلائع الجيش في ظل العودة يعني اللي حضرتك بتتكلم عليها، إن أنتوا ابتديتوا كان في إخفاق وبعد كده رجوع مرة أخرى، لأن في بعض الفرق التوقفات دي ما تبقاش في صالحها. والله هو خلال الفترة اللي فاتت دي كلها جميع التوقفات كانت في صالح نادي طلائع الجيش. تمام. يعني كل التوقفات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت دي كلها احنا الحمد لله استغلناها صح. طب كويس. لأن أنا ما بعتبرش نفسي إن أنا عندي توقف، يعني أنا خلال الفترة اللي جاية أنا عندي شهر توقف، أنا في خلال الشهر ده عامل 6 مباريات ودية. فما عنديش توقف مع فرق دوري ممتاز. اللي أنا لعبتها والماتشات انتهت معاها. فأنا أعتبر ما عنديش توقف، فبرجع تاني ببقى برضه في نفس الـ 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 الامور الفنيه والبدنيه والكلام ده كله، اللعيبه ما بتفقدش تركيزها، لان احنا ما بنعتبرش في مرحله توقف. انما الفرقه اللي هي يعني ايه هتحس ان التوقف كبير او يعني بتتكاسل في هذه الامور، قد الموضوع يتاثر عليها جامد جدا. فاحنا عندنا كل الامور بالنسبه لنا امور جديه، حتى لو في توقف بناخده بصفه جديه لاستعدادا للمباراه القادمه. وبعدين انا بقول لحضرتك مش مباراه بيراميدز وبس اللي صعبه، جميع مباريات الدوري صعبه جدا جدا جدا. ال 18 فريق صعب انك تتكهن بمين يكسب مين خلال الفتره اللي جايه. صحيح صحيح. 6 مباريات ودي حضرتك خلاص اتفقتوا عليها. تمام. مع معظم الفرق اللي احنا لعبنا معاها كلهم دوري ممتاز، وربنا يوفقنا ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه دي. كل التوفيق يا استاذ عميد، ويعني طبعا نادي طلائع الجيش من الانديه يعني دائما كانت بتمشي في الدوري الممتاز بشكل جيد جدا، مؤسسه عسكريه طبعا، عندنا الجانب الاخر مؤسسه عسكريه الانتاج الحربي يعني بعيد شويه عن المستوى الفني، لكن طلائع الجيش مع كابتن عبد الحميد بسوني وسيادة العميد احمد مهدي طبعا مدير الكره، الامور ماشيه يعني المركز السابع ده يعتبر يعني مكان كويس، ولكن من خلال طبعا كلام سياده العميد ان
لا الرؤيه للفتره اللي جايه في ظل طبعا المباريات المتبقيه ان يبقى في مكانه احسن من كده.